زون ميكست. جاي لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى الربع متاع العشية مع ضيفنا اللاعب الجزائري هشام بقراوي. اهلا بك من جديد هشام. مرحبا بكم انتم الزهر. دونك نبداو الانترفيو نتاعنا، كيفاش تقيم التجربة نتاعك لاعب توا في رائد السعودي؟ كيفاش تقيم التجربة عندك عام بطولة السعودية؟ التجربة كيفاش تشوفها؟ والله سانسيرمون الشامبيون نتاع السعودية باهي، ما يخفاش كنت في البرتغال وكورت عامين غاديكا، اما الشامبيون نتاع السعودية لو نيفو باهي على الاخر غاديكا. الحمد لله يا ربي، معناتها الحمد لله، معناتها اكسبيريونس جديده في حياتي، وان شاء الله ربي يوفقنا نكملوا بطوله. ولات وجهه برشا ملاعبيه من شمال افريقيا، تونس، الجزائر، مصر. بون في اختيار مالي ولا حتى كره كمان فما؟ لا ما يخفالكش بلي فما كره، طوروا الكره السعوديه، طورت ديزون الاخرين هذه طورت برشا، وما يخفلك زاد كوتي فينانسيالمون حتى هو يكونوا دي زوفر باهين ودي كونترا باهين، سي بور سا لا ماجوريتي دي جوار يشوازو الشامبيون السعودي. بارابور بطولة تونس والجزائر كيفاش تقيمها؟ سيت سيزون بارابور انا اول سيزون تاعي نشوفها شامبيون باهي على الاخر. بارابور تونس والجزائر خير ولا اقل ولا؟ بارابور لو نيفو باهي نتاع السعوديه باهي على الاخر. يبقى ما عطيش كومباريزون؟ لا كومباريزون انكومبارابل انتر لي دو شامبيون. خير؟ خير برشا. من الناحيه الفنيه؟ من الناحيه الفنيه، في يا دي جوار اللي يكونوا لاعبين في لو نيفو يجيبوهم، معناتها لو نيفو يزيد يطلع برشا. اما حسب الاكسبيريونس الصغيره اللي عندي شفت لي شامبيون نتاعنا والشامبيون التونيزيان، معناتها فما كوره وفما نيفو باهي. فهمت. انت في البدايه لعبت شويه، بعد ممكن قصيت ما عادش، جات فتره فراغ هكا ما عادش تلعب برشا، اصابه قلت لي اي جات عندي بيريود تاع ديشيرير هكاك، غبت واحد الاموا ودمي هكاك بريسك دو موا، الحمد لله من بعد في الاخر رجعت الحمد لله يا ربي. لعب معك اسامه الدراجي، كيف كيف اللي كان يلعب معك عز الدين دوخه؟ لا انا ما خلطتش على اسامه الدراجي، انا سيزون تاعي الاولى مع عز الدين دوخه، معناتها الجارديان اللي نحيوه الجارديان تاعنا تاع ليكيب ناسيونال، نلعبوا اول سيزون تاعنا مع بعض. ظهر لي عاونك برشا على الانتغراسيون تصور. لا هو لاعب، هو ديجا كان لاعب ديجا في الشامبيونات السعوديه، ديجا لعب في احد عام قبلي انا، معناتها انا لادابتاسيون دان جوار نيمبورت كال جوار كي يبدل بي اخر، هاي لادابتاسيون ديال ديبي تكون ان بو ديفيسيل، مي الحمد لله بعد في فما عباد نعرفهم وكل شيء، الحمد لله يا ربي لعبت 26 ماتش انا ابار لا بليسي اللي اثرت عليا شوي. فما ماتش بلعبيه توانسه كما قلت لك من السعوديه مثلا، اللي كانوا في تونس بن يوسف كيف بالخيفه اللي كان يلعب في الكلوب، موجودين في السعوديه ملاعبي هذا الفريق بالمصطفى، تتقابلوا ولا بعد بعضكم شوي؟ لا والله با مال دو فون نتقابلوا، تعشاو مع فاروق، ما هو فاروق بلاس قريب ليا، وزاد تقابلت مع كادير الوصل تيشا النيحي، كنا نتقابلوا مع بعض، لا ماجوريتي الجوار اللي احنا نعرفوا بعضنا بالكدا رانا نتقابلوا. باهي مثال عام في عقدك باش تكمل غادي ولا كيفاش بالضبط؟ معناتها انا تو سو كونترا، معناتها نحترم الكونترا نتاعي، ان شاء الله بوركوا با اذا كان فما حاجه اخرى باهي بوركوا با باش نبدلوا، وكان ما فماش نكملوا العام نتاعنا في السعوديه وربي يجيب الخير. اي فما ولا ما فماش؟ والله بور لو مومون فما، اما البروبليم سيكو انا مازالني سو كونترا. منين لي زوفر الموجودين؟ فما والله فما. اي ما تحبش تقول لي منين؟ فما بار اكزوم فما زوج جمعيات باهين، معناتها كلموني في قطر. وفما حتى في الجزائر معناتها باهين. اش معناها سد التحيل ولا نيفو اقل شويه؟ لا نيفو اقل باش ما نكونوش نكونوا صالحين، مع نيفو اقل من زوج جمعيات الكبار تاع قطر، وفما حتى في بوسيبيليتي باش نعاود نرجع للبورتيفال. نفس الجمعية مويرينس كان؟ لا نعاود نرجع لجمعيتي الأول اللي هي ناسيونال، أما ماديرا أما فما بوسيبيليتي ما هما زادا نورمالمون قالوا ما فماش سقوط هاد السنة، كان ما فماش معناتها فما بوسيبيليتي، أما بوسيبيليتي صغيرة برشا. الأقرب وين معناتها؟ نشوفوا شيء من والله الأقرب هي بور لو مومون سعودية، في عندي أن كونترا لازم نحترم الكونترا تاعي، إذا كان فما حاجة ما خير إن شاء الله ربي كمل. وأنت تحب تكمل غادي؟ عندي كونترا لازم اذا كان نسوي الكونترا، اذا ما كانش اذا كانت حاجه ما خير ان شاء الله بوركوا با. باهي باش نبداو لي بريك نتاعنا معاك هشام، بدايه معقوله له
قول الو. قول الو سي هشام. الو 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 صباح لاباس. والله الحمد لله. وينك يا معلم؟ هاني خونا يوسف بن علي. هيك عرفته من الصوت. هاي ما اخويا القلب على القلب. صحاب برشا انت يوسف؟ لا اخويا يوسف، فما صاحبه وفما اخويا يعني. انا يوسف دوم عرفته هو في الاسبيرونس وانا في الاسبيرونس، معناتها فريمون تحس باللي اخو، معناتها نكون البرا كي كنت في البرتغال وهو كان في قطر يكلمني، تحسه مش يكلمك على مصلحته، تحسه متوحشك يكلمني اول كلمه يقول انا توحشتك هشام. الحمد لله يا ربي، ما فما السبور يعرفك على الرجال، تعرفت براجل بالقدا بالقدا الحمد لله يا ربي، واني فرحان اللي عرفت يوسف حتى عائلته ما شاء الله، والله فرحان على الاخر بصح. باهي اول حاجه مشكور يوسف في فرنسا جاي لتونس بعد شويه، الطياره نتاعو تقريبا ما 3:30 يعطيه الصحه موجود معنا بالتليفون. دونك يوسف نحكيو شويه على هشام. بون باش نقول، باش نقول له راه لو بليزير سي بارتاجي، وانا بيدي فرحان برشا عرفت راجل وخو فرانشمون، مش خاطر يسمع فيه هو يعرف يعرف شيء غير، مي سي تري امبورطون معناها ديما كيما نقول دي باسي لو ميساج او جون، دي باسي لو ميساج معناها او ليديتور. اليوم لي ريلاسيون ميم سي انتر جوور اوني معناتها في سبور ديفيرون، لكن اون ا دي فالور. اي جيبكم بعضكم انت هوند هو فوت. وي سي سا، هذاك هو معناها انا دي فالور ان كومون، عندنا دي حاجات نحبوهم كيف كيف، هو يحب الهوند انا نحب الفوت، نتبع بعضنا اخبار بعضنا. حاجه من الحاجات اللي معناتها تربحها من السبور انك تعرف برشا ناس وتعرف برشا رجال. وهشام مانيش انا باش نقول معناتها الكاركتير نتاعو ولا 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 معناتها تربيته ولا اخلاقه ولا حتى الجريت او الجرحه نتاعو في التيران، راه كيك معناها إلي معناتها كيلكان كي سونكاج يجي معاك كيما نقولوا نحن بالتونسي شقف وسرع. دونك حاجه 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 اللي هي سي باغي معناتها في انا. دونك انا فرحان برشا، عندي خو، عندي صاحب، وعندي كيما تقول انت عشير. دونك فخره لي انا بيرسونيلمون. هشام تبارك الله كارير كبيره، وين مشى وين خلى البصمه نتاعو. دونك يوسف حكينا الحاجات اللي ما يعرفهاش العباد على هشام. والله شوف هشام يقلد هو في حق فيها فيها برشا حكايات. يقلد مليح. اها شكون يقلد؟ شكون؟ خلينا ناخذ حكايه يمشي. انا عارف كان هو كان هو يقول يقول ونقول كان هو يقول يقول. لا لا يا هشام، يا هشام لا 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 شكون تقلد؟ لا ما فما حكايه مو فوزي المنزلتي يعني نحيوه هو. نعرف باللي هو يقول لك انا حب مو ديما كي نعملوا حاجه مو فوزي يقول لك العرب بكرب. ديما كي نعملوا حاجه انا وياه نقول له اه العرب بكرب، هو يقعد يضحك يقول لي كيف فوزي هو يعطينا كيفاش يقولها. اعطني ضربه تقليد فوزي. والله مش تاع راديو يا مش تاع راديو مش تاع راديو برشا برشا. لا 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 والله لا اي ما نجموش نهذبوها شويه لطفوها شويه. لا والله انت كي نقول له تيم العرب كرب، ما هو يعملها هكاك تيقولها له هكا، حتى فرجاني هو يقول لي تي من العرب كرب. لا فرانشمون سلام هشام معناها عنده بوكو دو معناتها كاركتير وبوكو دو كاليتي. كيما قلت لك معناها انا بدي معناها بورتون اكبر منه شويه في العمر، لكن نتعلم منه برشا سور معناتها لو ريغور وسون بروفيسيوناليزم. تعرف اللي يشوف اليوم تبارك الله معناها انا تاع شامي عمل كارير كبيره، لعب في تقريبا لي تروا كونتينون، ما يجيش بالساهل وما يجيش بحتى شيء معناها، لعب في الاوروب، لعب في الافريق، لعب كيف كنت زاد واخر مني شويه. دونك فوالا ما يجيش بالساهل. اليوم نحب نقول له راه ميساج تري امبورطون ديما نقوله له، son niveau معناه اللي معناته plus bon que ça، عنده برشا حاجات ينجم يعطيها. معناته الكريتير اليوم نتاع ديفونسور معناته تبارك الله جاباري كي رابيد كي فيسيو كي معناته اكسبلوزيف. اليوم راك تشوف معناه ديفونسور نتاع ليفربول براتيكمون لو ميم بروفيل دو هشام. ان شاء الله نلقاو هشام فان دايك. لا والله معناتها حتى يوسف حببني فريمون، حببني في الهوند.
نكون فقاعد في السعوديه وصلت حتى صارت فازه هكا كان تاع فوت باش ياخذها مير بيفو نمشي لصحابي نقول لهم فوتو فوتو السعوديين ما يعرفوش قول لي شنو هذا قول لهم لا فوتو هذا صاحبي باش ياخذها معناتها فريمون الميريت الميريت مش معناتها نرمي له في الورد هكا كاين الميريت بوكو باسكو انسان باهي ونحسوا باللي نحسوا لهذاك فريمون القرحه نتاع جوار ديفونسير نحسها عند يوسف فريمون في الهوند وحببني في الهوند ساعات هكاك قاعد في الدار نقعد نلوج تي وين نقول له تي وين تلعب وين تكوروا نتوما خليني نتفرج عليك هكاك وفريمون حببني في الهوند قراصة يوسف اللي رجعت نحب الهوند برشا زاد يوسف احكي لنا هكا فيها برشا طرايف مع هشام اعطينا حاجه اخرى هكا بخلاف فوز البنزار والله شوف الطرايف راه برشا يا سلام صدقني برشا طرايف اعطينا وحيده مثال نقول لك حاجه باش نحكي لك حاجه اون فيت معنا زاد فرجاني ساسي زاد اخونا وصاحبنا قدموا له التحيه بالمناسبه هذه اون فيت كل زوز يتقابلوا يغزلوا الثالث فهمت دونك هذه بدات الطرفه الوحيده مره انا وهشام نبعثوا لفرجاني او كنقولوا له اقعد ديما وحدك واحد واحنا انا متوانسين مره يعملوا هذه هما الزوز مره نعملها انا وفرجاني مي فرانشمون معني حاجه باهيه وحاجه شوف والله خلي الكوره وخلي الخدمه وخلي معناتها اللي تحب انت كل فرحان برشا لانه راجل معناها هشام راجل وانسان تنجم تعمل عليه معناها حتى في مشكله حتى في حاجه بيرسونيل يعطيك وذن يعطيك وقت ويسمعك معناها خلي كما قلت لك معناها دوتر جوار بتتخ ما يقول لك انا يا اخويا اللي فيا مزازيني فهمت ما هشام انا نحسه ما جمون فو معناه دو جوار كيما نقول له نقول له اسمع راني انا يوسف ماني جوار معناه خلي ذا احنا انا راني انسان قبل ما نكون معناتها قبل ما نكون جوار دونك هشام نحسه اكثر انسان من جوار وفرانشمون جو فيليسيت باسكو توا صعيب ياسر تلقى جوار يخرج من الـ من الـ من الـ من, الـ من الغول هذاك معناه يخرج من الغول دان جوار دين ستار معناها سي تري كومبليكي مونتالمون زيغر هشام عادي معناها ينجم يقف لك في اي ستاسيون يقعد يحكي فاتلك معناها فرانشمون انا هذوما حاجات في انا دونك هذا نحبو هشام خاطر المغاسون بالبوكو ونحبو برشا وهو يعرف شنو هذا ونتمنى له كيما قلت معناها نحكي على نيفو بروفيسيونيل نتمنى له معناتها كارير اكبر وخير برشا لانه الى بوكو معناتها الى بوكو تالون في ساقيه في مخه مونتالمون معناتها تصور مزيكي يروح من السيزون نبرمجوا باش نمشيو نعملوا بروغرام واحد بريباراسيون يا هشام خذ ارتاح شويه قال لي ما نحبش نرتاح نحب السيزون الجاي نعمل بخير مي هذا هو الامبيسيون اليوم في عمره هو بالاكسبيريونس اللي عنده هو واحد اخر يقول لك ناخو على روحي شهر تاعي فهمت معناتها سي بيان الحاجات هذوما سي بيان واللي يسمعوا فينا زاد سي تري بيان يتبعوا راهو سي با فاسيل معناتها باش تكون جوار محترف في نيفو عالي راهو فيها برشا سوفرونس فيها برشا تعب وهشام تعب برشا معناها بين الدائر بين تونس بين الغربه بين العائله بين معناتها البنوته الصغرونه اللي عنده ربي يفضل ايه معناها شوف هذوما الكل دي سوفرونس اليوم معناتها هشام نقول له جو فيليسيت الحمد لله نجحت في كاريرك ناجح في حياتك الخاصة معناتها إنسان معناتها متخلق برشا ما عليك كان تكمل هكا وإن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله نشوفك ما خير نعيشك خويا بقدرة ربي في الأوروب نكون حاضر إن شاء الله نشوفك في الأوروب إن شاء الله نتفرج فيك إن شاء الله يعطيك صحة يوسف بن علي مزيدوش نعطلوك على الطيران بتاعك طريق السلام إن شاء الله لا تهنى تتفصل مش نطلع في شركة ما حبش نقول اسمها دي مرتاح إن شاء الله ربي يوصلك بالسلام وهاني نستنى فيك بلا مجينا قيوة بعد اي بيان سي مرحبا عايشك اي بون فواياج يوسف خويا سالي سالي السلام عليكم دونك انت هذي قول الو الماتش متاع دربي غدوة هل هشام بالكلوب والاسبيرانس كيفاش تشوف والله سي ان ماتش بون توت فاسون ماتش عادي بالنسبة لزوج جمعيات في ليسبيرونس معناتها ماخذ الشامبيونا والكليب اللي في ان بو في سيتياسيون ان بو ديفيسيل شويه في لي بروبليم اللي عندهم ان شاء الله يتحلوا المشاكل نتاعهم ما حبه من حبه من كاريا من كاريا معناتها زوج جمعيات كبار عطوني اسم معناتها واحد على الاقل يرجع لهم خيرهم كان مش حاجه يرجع لهم خيرهم بكلمه باهيه
ان شاء الله غدا الماتش يتعدى معناتها في روح رياضيه عاليه بين الجوار ساسيسير، وان شاء الله لوميير كي قال ان شاء الله. تحس الدربي انت هذا ما فماش برشا جو هكا العباد مش تحكي عليه برشا؟ قلت لك باسكو في الاسبيرونس هز الشامبيونان، ما نتمنيتو كان كان يكون دربي نتاع اللي يربح هذا الشامبيونان كيما معناتها اسرات ديجا ديزون الاخر هكاك تمنيتو، ما زاد هو يبقى دربي 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 يبقى دربي، معناتها ما فماش هذيك شامبيونان ومش شامبيونان وما فماش جو كورت دربيات، ما كي تحس فريمون كي تدخل في التيران تحس فما دربي حتى انت بينك وبين روحك تحس فما دربي. باش تمشي ولا تتفرج في التلفزه؟ والله باش نتفرج في التلفزه. لفريق الموسم هذايا عانى برشا صعوبات، قلت لك ما هو المشاكل اللي تعداو للكليب السنه مشاكل في دخلت برشا ادارات واداره خارجه كنت نتبع فيهم باسكو ما قري خرجت من الكليب ومكورت في الاسبيرونس وكل شيء، اما عندي فما برشا احبابي وبرشا اصحابي كليبستي كيما عندي برشا اصحابي اسبيرونتيز، اما نقعد ديما وكونتاكت معاهم مع الجوالات الكل في لي بروبليم اللي عنده معناتها صعيبه باش تكون دوزون سيسبوندي باش تجيب ريكريتمون ودرا شنو وباش تلقى لي زوتوماتيزم وشاك شاك دو موا تبدل لونترينور وشاك دو موا تبدل اداره، راهي صعيبه حتى لادابتاسيون اونت لي جوار لي زيترونجي اللي يجيبوهم راهي تكون صعيبه. انا نتمناو الكليب باش يخرجوا من الازمه اللي فيها وان شاء الله يلقاو الحل في اقرب وقت ان شاء الله. برشا حمل المسؤوليه سليم الرياح اللي كنت اللي خدمت معاها في الكليب. بون كل واحد وعنده راي في انت شنو رايك؟ والله راي انا المسؤوليه يتحملوها الكل. انا تاع الكل يتحملوها، ما فماش واحد يقول لك انا باسكو اللي كل اللي عملوا في الكليب الكل اللي عملوا وخرجوا الكل يتحملوا مسؤوليه في السيتياسيون اللي فيها الكليب اكتيالمون. في نتبع شويه هكاك اكتيالمون السيتياسيون اللي في الكليب هي سيتياسيون يعني ديفيسيل على الاخر. معناتها وديليكا معناتها نمشيو لو بير دو كا ديليكا باسكو تشوف دو زون جمعيه كبيره كيف الكليب عاقبينهم دو زون ما يجيبوش ريكريتمون باش تقاوم جمعيات الاخرين، ما عندكش معناتها باز نتاع جوارات اكزومبل تكون عندك باز نتاع جوارات تاع اسبوار تتكل عليهم دو زون اخرين ما فماش، كان فما ما تخافش على الكليب، اما كيف هكاك ان شاء الله ربي يوجههم خير وان شاء الله ربي يسهلهم في امورهم ان شاء الله. تجربتك انت في الكليب كيفاش تقيمها؟ برومو ناجحه، انا ما عندي صف 2008 ما خديناش شامبيونا ما خداوش شامبيونا ودرا شنو 2014 برومي سيزون تاعي خديت شامبيونا دوزيام سيزون 2014 2015 ما مشاش دوزيام سيزون مش ما مشاش معناتها تكنيكمون ولا حاجه ما صاروا حاجات معناتها اور فوتبول معناتها ربي يهدي اللي كان سبب والحمد لله يا ربي معناتها انا فرحان يعني كورت في زوج جمعيات كبار انت سي با فاسيل باش تكور في زوج جمعيات كبار وباش تهز معاهم تيتروات يعني هزيت شامبيونا في الكليب وشامبيونا وكوب في الاسبيرونس معناتها. قعدت لك البوان نوار اللي خرج نتاعك من الكليب بيان سير معناتها حتى درا شنو ما يعملكش العمله اللي عملها معناتها عمله خايبه على الاخر. شنو هي العمله؟ ما داني جور باقي ساعه في ماركاتو انا جايب له اوفر جايب له اوفر سليم الرياحي من الشارقه ب 400,000 دولار معناتها حتى الاوفر عندي ما يقولكش درا شنو يقول لي لا ما نسيبوكش نص 11 ونص يكلموك يقولوا لك ايجا نفسخوا لك شنو تصورها انت ومبلا مسكر الماركاتو معناها كان فما استهداف ليك انت ولا حسن نيه معناها صار؟ لا معناتها شماته كيف تقول لك انت جايب له جمعه كومبلي جاي مع البريزيدون تاع الشارقه متقابل معاه في لندن وكل شيء بعد كي يبقى بنص ساعه يقول لك فسخ وما تحملت المسؤوليه وفسخت مع كان معايا ذاك اللي نشكروه معناتها ذاك الواتي اللي كان كوراجيو معناتها قال لي هشام تنفسخوا ما حبوش عليك ما حبوش عليك كاو وربي كيما ربي ما فيه كان الخير معناتها فتح الماركاتو زادوا 3 جور في البرتغال والحمد لله صحات في البرتغال الحمد لله يا رب. قعدت تبع في الكلوب وقتها كي صحات في البرتغال نتفكر حتى عملت فيديو ما نعرفش في على الكلوب وتغشوا منه حتى بعض حبايب الاسبيرونس وبعد صحات في الاسبيرونس. بعد صحات في الاسبيرونس اي ما كنت ما تفادليك ما فما حاجات هما الناس ياخذوهم معناتها بالرسمي فهمت انا مشيت للبرتغال مشيت قد ديما كونتاكت كانوا حتى اصحابي كوروا في الاسبيرونس وانا نكور في الكلوب. معناتها تفاد ليك هكاك تغش وكان المكتوب وصحت في الاسبيرونس معناتها حتى الاسبيرونس راهي جمعيه كبيره وقيمتني كجوار والحمد لله يا ربي معناتها جيسكا ماتنون ندخل البارك تاع الاسبيرونس تقول كاني ولدهم. تدخل البارك الكلوب؟
ما بون بارك الكليب عادي ما عندي حتى مشكل مع جمهور الكليب. انا عندي مشكل مع واحد ما هو جمهور الكل في باله شكون، أسامة سلام. ما هو عمل عملة ما نذكرش اسمه انا، ما يميريت با نذكر اسمه انا في الـ في الـ في الـ في ليشان ولا في حاجه، باسكو هو عمل عملة راهو اورد فوتبول مش هشام. ماكش الخلاف يكون فني معناها في رايه هو ما يعجبوش هشام بالقروي مش فني، ما فما حاجات ما نجمش نقولهم لك، ما فما حاجات مش يجي عند جوار يقول له انت شبيك تلبس هكاك وعندك كهرباء غاليه ودرا شنو، هذه مش كوره. هو قال لك هكا اي ما فماش نحكي لك تحب نفرقوا الرمانه كيف تقولوا انتوما، هاني باش نفرقوها تو. ما هو كيفاش احنا تروا ما مش خالصين فلوس، قلنا لهم تو تعرف انت، قلنا لهم مش باش نتريناو حتى تعطونا فلوس. جا عندي انا في البيرو في البارك قال لي شبيك انت عندك رونج روفر وتلبس في الجوتشي وتلبس لوي فيتون تتكلم على فلوسك تي هادي تجي اسكو تجي هكاك، كان هو راهو يسمع فيا يجاوبني على الاخر. انا ما معناتها راجل ونقابل نواجه اي واحد وفما شكون تذاكر في الواتيه وفي الوجوه معناتها سي با ما تتقالش هذيك. حتى معناتها تجي كريستيانو وانت تقول له شبي عندك فيراري وشبي عندك بورش، ديريكتور تكنيك يتكلم مع جوار هكاك ما تصاروا حكايات برشا. انا نحب واحد راجل، ريت ما نحبش عليك ما نحبش عليك، نحب عليك نحب عليك. يجاني في الوش قال لي هشام ما حاش تنجبي هكاك، ما مش جيش تقول لي كلام اخر. انا على حسيت كان فما استفزاز منه هو اللي كنتي بيان سير اي علاش صار بينكم علاش بتات غيره، انا نحطها غير ابون اي والله حطها غير. ما ابخي بعد الوقت معناتها عرفت باللي فما برشا جوارات لعبوا معاه ودرا شنو. ما شوف ريت رو ربي يقول لك تلك الايام ونداولها بين الناس، اليوم انت عندك وغدوه واحد اخر عنده، ريت انت كي تكون في ان سيرتان نيفو وما تستحفظش عليه وما تقدش روحك بالقدام، معناتها سيرتان نيفو لازم تكون ستاك فيه. معناتها كيف تلبس كيف كنت 2008 لازم تشد في هذاك الريتم حتى اللي تفانت كاريير. ما هو الدنيا كي تتبدل على العباد اللي قلبهم مش باهي راهو يبداو تظهر لهم. انت تي انا كنت في 2008 ريت انا كيفاش كنت والدنيا رجعتك انت هكا، راهو ربي سبحانه في القران يقول لك تلك الايام نداولها بين الناس. اليوم انت عند واحد برشا فلوس وغدوه واحد اخر عنده برشا فلوس، مش كان انت تقعد عندك برشا فلوس والاخر ما عندوش. اما ما تجيش فاسون هادي نتاع شبيك انت تلبس هكاك وشبيك يعني قلت لي غير على ايش غيره من شنو يغير ما فهمتش. ما هو هكاك، ما هو مازال عن المونتاليتي نتاعو عايش كي كان جوار، وحتى بولي كان جوار، حتى مارادونا كان جوار. معناتها ما تشدش ما تقعدش بالمونتاليتي نتاع انا كنت جوار، او فما برشا جوارات لعبوا في تونس وهو نيفو وما يتكلموش انا وانا. به انتقالك بعد الاسبيرونس حتى بعدي لحبيت الكلوب ما تقبلوش. ما هي خبزه الحمد لله. معناتها الاسبيرونس وقت يكلموني انا، معناتها انا في البرتغال ما ماشي الاي كاتينا باش نصحح. نشكر حمدي الدب ورياض بن نور ووليد العالم اللي قعد معايا كاتجور، هو وداك الوقت قعدنا في الجزائر كاتجور وقنعني باش نجي لسبيرونس، وصرت حتى فسخت الكونترا نتاعي مع اي كاتينا اللي كانوا باش يلعبوا اليوروبا ليغ، وفسخت كونتراتي وصحات في لسبيرونس عن قناعه. معناتها حسيت مني فريمون معناتها قيموك كان جوار، معناتها تحسهم عملوا ساكريفيس ودرا شنو. إيه اما سؤالي قلت لك حبيت الكلوب ما تقبلوش خاطر كانوا يشوفوك مثال مثلا الجرينتا تحب المريول لك حتى كي تملكي تبوس الشعار نتاع الكلوب. أنا ممكن جاتهم صعيبه انتقالك. لا بون ريت تكور في اي جمعيه لازم تمد افو. انا وقت اللي كورت في الكلوب راني مديت افو مديت فريمون مديت، وصلت عندي فراكتير ونكور والناس في بالهم. اما تاني ما يخفلكش كي تكور زياده في جمعيه اخرى لازم تحلل على فلوسك اللي تاخذ فيهم. معناتها احنا عندنا تزيريه هكاك تكور فيه، حتى في تل ابيب راهو عندك عقد كونترا نتاعك لازم تحللها، ما فماش تاع لا بلا ودرا شنو ما نحسبوش نحن. ما تشوك لو في الدربي ما كانش عادي، صارت بوليميك بعده دربي. انا دربي كيفاش كان الدربي وقتها؟ وقتها دو سمان هزيت كوب انا. اي وقت جيت لعبت دو ماتش هزيت كوب ضد الكلوب. معناتها عملت بعده تصريحات ما قبلوهاش برشا حبه الكلوب. لا هذاك في الشامبيونه نحكي انا مش دربي. لا دربي نتاعي اول دربي كانت كوب كانت كوب وقت ربحنا 2-0 وهزيت كوب. ندمت عليه شويه الديكلاراسيون هذيك. نو بون سير دي فوا تكون ناشو دي فوا مازال جوسكا ميتنو غايبتك ممكن كانت مازال غايبتني جوسكا مازال غايبتني جوسكا ميتنو ما نكذبش عليك. معناتها لازم ريت انا وصلت بيريود انا مضروب شهر في الاسبيرونس
الدكتور ياسين قال لي ما تكورش، قال لي ما تتريناش باش ما تزيدش تضرب، ترينات باش نكور دربي وتضربت تلمو، مازال عندي معناتها مش شاد على الكليب ولا على مش محقد على الكليب، معناتها الفاصون اللي خرجت بها من ميريتيش باش نخرج بهذيك الفاصون، فريمون من ميريتيش باش نخرج بالفاصون. كيفاش التو تحس معاش حتى كي تحكي معايا نحسها قاعده في توجع على الاخر؟ نون سي بون ساي سي الباسي سي باسي، انا الحمد لله كورت بعدها في ليسبيرونس وجمعيه كبيره وجمهور كبير وهزيت تيتروات، معناتها عادي ما تو عادي، حتى مع الكليب ما عندي حتى بروبليم مع الجمهور تاع الكليب اللي في بالهم الناس. لا فما دي بروبليم؟ لا والله ما فما حتى، فما حتى شكون حاول يعتدي عليك هكا؟ لا لا ما فماش منها جمله هذه. أبون؟ والله ما فما جمله منها، قلت لك عندي شطر صحابي انا كلهم كليب. معناها اشاعه الكلام سمعناه وقتها؟ ما فماش منها جمله. انت اكيد شفتوا الكلام وقتها. اي انا فما فماش منها والله، وراس بنتي الغاليه ما فما منها. انت قلت لك شطر صحابي انا الكل كليبستي، شطرهم الكل، وني نقعد معاهم كلهم كليبستي، معناتها ما عارفين فريمون عارفين البروبليم مين، مش مية أنا، مش مني أنا. واضح. تسامحوا سامي سلامي ولا صعيب؟ لا ما نسامحوش، أنا قلبي باهي على الأخ والله، وقلبي بيد على الأخ. حسيتوا ظلمك؟ ظلمني برشا، مش ما, ما, ما عملت حتى حاجة، لو كان عملت له حاجة ما من عادي نقبلها أما ما نسامحوش والله ما نسامحوش. واضح. مازلنا مواصلين في الانترفيو نتاعنا مع هشام بالقربي حتى الأربعة متاع العشية، لكن نمشي مع الأخبار مع أسماء المد وبعدين راجعين. The Mixed. تابعونا على راديو اكسبريس اف ام.